بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ورحب بكم أجمل ترحيب بانطلاقاتنا المتواصلة ضمن فعاليات المحلي الخامس بأول أيامه وبأول تحدياتنا لهذا المساء. انطلاقة الشوط السابع لفئة الحقائق بكار ينطلق من مسافة 3 كيلومترات، يحمل هذه الشعارات شعارات أصحاب السمو الشيوخي والسعادة، تنطلق بهذه المنافسة المشرفة على أرضية ميدان التحدي. نتابع بداية الشوط وبداية هذا الانطلاق والتحدي. أول مراكز مزون لسعادة الشيخ محمد بن حسن بن عبد الرحمن، الثاني حمد اللزاوي حلمري، متابعا لهذا الانطلاق مع مزون، ولكن التي تتسلل بهذه اللحظات الشروط لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، هنا تنطلق مباشرة مع المقدمة ومع الريادة بتقدمها على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتابع مواجيب قادمة بشعار سعادة الشيخ أحمد بن حمد بن علي بن عبد الله الثاني عبد الهادي بن علي بن ناصر القيثاني المري، متابعا لمواجيب من تحتل المرتبة الثانية. أتابع المركز الثالث القادمة الشاهينية لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني وسعود بن عبد العزيز بن سالم بن شنان المري، قادمة بهذه المتابعة مع المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تتواجد موازين بهذا الانطلاق وبهذا التحدي بشعار لسعادة الشيخ محمد بن حسن آل عبد الرحمن الثاني وحمد اللزيوح في المتابعة والتضمير، بينما المركز الخامس أتابع هنا من بدأ تتسلل من موقع إلى موقع بهذا الانطلاق وبهذا التميز والإبداع الكايدة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني سعيد بن أوني بن علي بن سعيد المدهوشي، متابعا لهذا الانطلاق وتواجد الكايدة التي بدأت تنطلق بهذا التميز والإبداع. هذه نتيجتنا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل للخمس المراكز الأولى المنطلقة في تحديات ومسار هذا الشوط. أعود مع البداية والشروط، الشروط مع البداية بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني ينطلق بتحديات الشروط على مقدمة هذا الشوط، ولكن أتابع الكايدة قادمة بنفس الشعار شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، ولكن بمتابعة سعيد بن أني المدهوشي، متابعا للكايدة مع المركز الثاني والكيلو متر الأخير والخطير الذي يفصلنا عن خط النهاية. الشرود والكايدة بهذا الانطلاق وبهذا التميز والإبداع بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني ينطلق بهذا التحدي، ينطلق بهذا المسار الجميل بالتحديات. الشرود على البداية، المركز الثاني الكايدة لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني سعيد بن أني المدهوشي، متابعا لهذا الانطلاق، ولكن أتابع المركز الثالث. الله فبركة قادمة بأول نداء مباشرة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارح المري، متابعا لفبركة من تحتل المرتبة الثالثة، ولكن أتابع التسلل. الكايدة بدأت تتسلل بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني سعيد بن أني المدهوشي، متابعا لهذا الانطلاق. الكايدة مع اللحظات الأخيرة والخطيرة بدأت تتسلل بالشعار وبهذا التحدي بشعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، قادم مع سعيد بن أني المدهوشي ينطلق مع اللحظات الأخيرة والخطيرة، فبركة قادمة، ولكن الكايدة واللحظات الأخيرة تنتزع ناموس هذا الشوط وتحقق الإنجاز. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني، تهانينا لسعيد بن أني المدهوشي على فوز الكايدة وتحقيق الإنجاز المركز الثاني. جاءت فبركة لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني مع محمد بن مقارح المري. المركز الثالث جاءت الشرود لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. المركز الثالث الرابع رابعا وصول هقوة لسعادة الشيخ خليفة بن عبد العزيز بن جاسم الأحمد الثاني مع عبيد بن علي بن عبيد السناري. المركز الخامس عباير لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. مشاهدينا مستمعينا الكرام، إذن هاي المنافسة مع اللحظات الأخيرة بين شعار سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني
بهذا الانتصار الكايدة هي من حققت هذا الإنجاز. تهانينا وألف مبروك على هذا الانتصار. التوقيت الزمني 4:16، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. تهانينا لسعيد بن أني المدهوشي من تابع هذا الانطلاق مع الكايدة. المركز الثاني جاءت فبركة بتوقيت زمني وغدرة 4:17، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الأحمد الثاني. تهانينا لمحمد بن برقان بن مقار حمري على فوز فبركة في المركز الثاني. المركز الثالث الشروط 4:18 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد الثاني. تهانينا والناموس لجميع